الشبيبة بين الحضور والغياب كان مدار بحث في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج في استديوهات نورسات الأردن الأيكونومس بطرس جنحه كاهن رعية كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان الذي أثرى الحلقة بحضوره، كما أطل كعادته الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرمامين بمشاركة غنية في البرنامج. فإلى هناك. ومن الملاحظ أنه ما أن يغادر طلابنا وطالباتنا مدارسنا المسيحية إلى الجامعة والحياة العملية حتى يتوقف معظمهم عن الممارسات وواجباتهم الدينية، فالكل يتساءل عن الأسباب. وبعد التفكير حول هذا الموضوع توصلت للأسباب التالية، لأربع أسباب التي قد نستفيد منها نحن المربين ونعمل على تفاديها. نعم. السبب الأول غياب المثل الصالح عند المربين، للأسف من كهنة، رهبان، راهبات، أهالي، معلمين ومعلمات، الذين كثيرا ما ينطبق عليهم قول السيد المسيح يقولون ولا يفعلون. المثل أفعل من الكلام في نفس الولد. لهذا السبب يقول المجمع الفاتيكان الثاني للأهل إن الأولاد إذا ما شق الوالدان لهم الطريق بالقدوة الصالحة يتفتحون بسهولة للعواطف الإنسانية ويجدون طريق الخلاص. نعم. إن الطلاب بحاجة أن يروا في المربين شهادة حياة، وأن ما يقدم لهم من تعليم هو معاش وقريب وممكن تحقيقه. إن المربي المسيحي هو شاهد المسيح في أعماله الصالحة قبل كلامه الصالح. إن المثل الصالح يعمل حيث لا يقوى الكلام على العمل، وهذا ما ينطبق على قول السيد المسيح لرسله ومن خلالهم إلى المربين. لضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ولهذا السبب نتعامل اليوم مع المسيحيين يتكلمون كثيرا عن الله أكثر مما يتكلمون مع الله، مع جيل يقول ولا يفعل. السبب الثاني، لقد أساء المربون جميعا عندما قدموا الديانة المسيحية كمجموعة واجبات يجب القيام بها تحت طائل الخطيئة المميتة والعرضية، أو عندما قدموا الديانة كمجموعة من الطقوس الدينية تشبه الفولكلور الشعبي. وجيل اليوم يرفض الواجبات ولا يتقبل بسهولة الفولكلور الشعبي، وننسى بأن تعاملنا هو مع شخص السيد المسيح، وهو شخص حي حاضر معنا وبيننا وفينا. ديانتنا هي ليست مجموعة واجبات وطقوس دينية، بل هي ديانة شخص اسمه يسوع، أحبنا وعاش بيننا ومن أجلنا. وما اللقاءات الدينية إلا اكتشاف للمسيح الإله والإنسان. نعم. يقول السيد المسيح اثبتوا في محبتي. وما الديانة المسيحية إلا قبول الإنسان لهذه الصداقة والوفاء والإخلاص في هذه الصداقة إلى أبعد الحدود، على مثال السيد المسيح، المسيح المخلص في مخلص في صداقته حتى الموت، ليس من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. السبب الثالث، إننا نتكلم مع الطالب عن مسيح التاريخ لتوصيل معلومات فقط عن حياة المسيح وتعاليم السيد المسيح، فيحفظها الطالب ويأخذ عليه علامة كاملة. ونكتفي بذلك كما هي الحال بالنسبة للشخصيات التاريخ مثل نابليون، صلاح الدين، الملك لويس الرابع عشر وغيرهم من شخصيات التاريخ. فالمسيح ليس إنسانا تاريخيا يطبع في الماضي، ولا كان يعيش فوق طبقات الفضاء بعيدا جدا عنا، بل لا يزال من سكان الأرض إنما بطريقة غير منظورة، ولا هو صورة معلقة على الحائط لا بتحكي ولا بتشكي. المسيح ليس صورة في الصالون لا بهش ولا ينش. المسيح أقرب إلينا من أهل بيتنا، من صديقنا، ذلك الذي أنه ليس إنسان فقط محدود في المكان والزمان، بل هو أيضا إله لا يحده مكان أو زمان. ألم يقل وهو صادق في قوله سأكون معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر؟ ألم يقل إن أحبني أحد أبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا؟ ألم يقل هأنذا واقف عند الباب وأقرع، فإذا سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي؟ نعم، المسيح هو كائن معنا، المسيح هو كائن فينا، ليس فقط بالقربان المقدس
بل أيضا بالنعمة. حلو. جميل. السبب الرابع، يجب أن لا نحول الديانة المسيحية فقط إلى شؤون اجتماعية، ولا علاقتنا بالمسيح علاقة حاجة، ولا كنيسة مكان للتذمر من الحياة والأشخاص، بل نتبع المسيح لأن المسيح والشخصية المسيح تملأ حياتنا، وبدونه لا نستطيع الحياة. هو الضروري الأوحد الذي عليه وحده يعتمد اعتمادا كليا، لا على خيرات الدنيا كما قال أحد الكتاب الروحيين: شربت وما رويت، ولما عرفت الله رويت دون الشرب. أن نعود الطالب أن يبحث لا عن العطايا بل عن المعطي، لا عن خيرات هذه الدنيا والنجاح فيها، بل وقبل كل شيء عن ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. هي مشكلة قديمة جديدة. نعم. احنا جذب الشباب للكنيسة مش بسهولة طبعا، وبدناش كمان احنا نهمشهم، لانه احنا هذا ما بنشوف كمان. احنا اكبر عدد من الشباب في الكنيسة بتواجدوا في ساحات الكنائس، ما بدخلوا الكنائس. لازم يكون عندنا تساؤلات هذه على كل مخيلة كل راعي كل اسقف بغض النظر، يعني لماذا الشباب يهربون من سماع الكلمة أو الخدمة الإلهية من خلال الليتورجيا؟ تعرف الليتورجيا هي يعني جاي من كلمة لوتورغو باليونانية، إنه أظل أحكي أو أظل أخدم. ولكن هذه الليتورجيا بتحتوي كلمات جميلة جدا، تحوي محتوى العيد بغض النظر، أو هي عبارة عن قناعات إيمانية لكل إنسان. ولكن مرات إحنا بنشوف الشباب مش بتابعوش، يعني هاي الأجيال الجديدة أو الآن في العصر الحديث ما بحبوا الإيمان المتوارث، يعني مش إنه بده يرفضوا إيمانهم، ولكن بدهم طريقة جديدة عشان إحنا نجذبهم. بدهم مواضيع نبحث فيها من أول وجديد، مش إنه بنحطهم بس نعطيهم مواضيع مثلا عادية أو مواضيع تكون مثلا كمحاضرة، أو لازم هم يتفاعلوا معنا. يعني إحنا بدنا نشاركهم بالقراءة في الكنيسة، نشاركهم بالعمل الشبابي، بعمل مجموعات شبابية، هلأ طبعا بالتطور التكنولوجيا بيعمل جروبات على الواتس أب، على بأي طريقة أخرى، يعني إنه يتباحثوا هم بنات بعض شو بكون مطالبهم. إحنا بنعرف مطالب الشباب، الشباب بطل من زي زمان بده يأخذ المعلومة يعني سريعة جدا، بده تكون خلال دقيقتين أو ثلاثة. يعني انت كان انا ببعث لك مسج صغير بتتغلبي، كيف لما احنا تنعطي الشباب موضوع الزخم وفي زبده يعني من حديثنا لمده ساعه او ثلاث ارباع ساعه بغض النظر، لازم احنا نعطيهم المعلومه الصغيره جدا وتوفي بحاجاتهم. لانه احنا كل انسان هلا الوقت بيلعب دور. انا بقدر اجذب الشباب انه اكون اخذهم لجنبي، مش كمان ان كمان كان الراعي الصالح بقدر ينتقي الشباب اللي كمان يستطيعوا في المستقبل يكونوا خدام الكنائس. نعم. مش بس هيك كمان بشوف كل واحد عنده، بيقول بولس الرسول برسالته الى اهل افسس: لكل منا اعطيت النعمه على حساب قياس موهبه المسيح. انا بلاقي الانسان هذا عنده المام بشيء معين، بنمي هاي الموهبه معه، بخلي برشده، بعطيه الارشاد الروحي المناسب. ومش كل انسان كمان بينفع يكون مثلا خادم للكنيسه، بجوز يكون هو يكون مثلا من العمل الشبابي، يكون عنده يعطي محاضرات، يعطي تساؤلات هي على أفواه كل شاب وشاب في الوقت الحديث.